اللي يصيد بدرية أحمد قاعدة نايمة قولوا لها مي العيدان تقول لك يا جليلتي الحياة ما صدقتي أطلقك عشان تمشين على حل شعرك وتروحين من عرس لإعلان لما شو تسوين لمتى وياك بدور ترى قولك ترى أنت لما الحين بالعدة أقدر أرجعك الحين قبل باكر وأحبسك وأخفرك في البيت وأخليك ما تشوفين السكة إيه مدام أنت راح تقعدين في البيت بس ايش سؤال ليش ما تكتبين كتاب مذكرات ماما سنجل ايش رايك راح يكسر الدنيا بتور شوفي انا دو يعني افكر لك بخطط بس انت الله يهداك متسرعه رايحه تاكلين انت مو شافطه يا مره يوزي يوزي يا مره بس مو تروحين تسوين كتاب نفس روان بن حسين وتطلع احلام مستغانمي بعد دقيقتين تقول بايقته مني انتي مصيرة مش بتاعت اعلانات فيك يا أخوي الله يحفظك من كل شر ايش رايك مي في موضوع وعد لما راح تغنت بقطر وهي سعودية وما شاء انا اتشوف شوف شوف يا جماعة انا ما احب اتحكي في اشياء انا ما اعرفها بس اللي انا اعرفه ان وعد يعني امرأة وطنية من الدرجة الاولى ما اعتقد ان وعد نهائيا تغامر بشيء من هالنوع وهي ما عندها موافقة اللي عارفة ان هي إيه كنا ماخذة موافقة من السعودية ماخذة تصريح فاذا يعني ما في انسان يروح من غير تصريح اذا هم سمحوا لها راحت وهذا شغل هي مو رايحة تغني حق قطر رايحة عرس يعني وانا اريد اقول فرقوا 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 بين الشعوب وبين الحكومة هي رايحة تسوي عرس حق عائلة قطرية مو رايحة تسوي عرس تميم مو رايحة تغني اغنية وطنية حق قطر مو 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 فأنا ما أتوقع لا تشككون في مواقف أحد الوطنية من غير ما تشوفونه بعينكم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال بين الحق والباطل 4 أصابع تدرون شنو بين الحق والباطل 4 أصابع هذول هذول بالضبط المسافة اللي بين العين والأذن سمعت ايه سمعت شفت لا ما شفت لازم تشوف وديننا قال شنو فتبينوا ان تصيبوا مو ذاكر الآية كاملة بس انه وتبينوا روحوا شوفوا لا تصير الله بيحاسبكم ترى تدروا تدرون اي واحد دش قذفها وهو مو متأكد وهي مظلومة في هاللحظة ترى خصيمتك يوم الملقى العظيم ترى ممكن ما تدش الجنة بسبتها في شيء يسوى انك ما تدش الجنة عشان والله ظلمت بني آدم يقول والله يقول لك الله ليش ظلمتها وانت ما تأكد والله من السوشيال ميديا حرام حرام صح السياسة ما دخلها بالدين حتى الإماراتيين يحبونك حتى أنا أحبهم وايد أحب الإماراتيين خوش ناس طيبة بحالها ما ضحوكين ودودين و و و ما يحلد يكربت بيتك ذوق تشنن الحمد لله أنا أحب ديكور هلا شلونكم شخباركم تأخرت كله بسبة نايف الراشد كان عندي وياك اجتماع قمة مو مشكلة تأخرت
انا صراحة انا بتكلم عن هذا البوست اللي انا نزلته، او هذه الصورة مال فاطمة الصفي، هي طبعا صورتها منشورة في المواقع، وهي قاعدة تحط ميك اب عند خبيرة التجميل آلاء دشتي. زين، انا فاطمة الصفي بنية وايد اعزها، بنية مجتهدة، فنانة حقيقية لها كاريزما وحضور، وانا دايما كنت اشوف فيها ريحة من الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله. حلو حلو، اعتقد ما نختلف في هذا الموضوع، لكن انا بسأل سؤال يا جماعة. حكاية اللبس اللي لابسته فاطمة الصفي، يعني لابسة شورت ودنيا وهذا، ليش مصورة؟ زين صوري بطريقة انه ما تبين ريولك وفخوذك والدنيا هذه. في بنات ماخذينك قدوة يا فاطمة الصفي، انتي فنانة، لا تسوي شيء باكر تندمين عليه. هل انتي شايفة ان هذا اللبس عادي في الكويت تصورينه بهالطريقة؟ اعتقد يعني بس اي سؤال، عائلتك عادي عندها؟ الفنان لما يوصل لمرحلة ان الناس تتأثر فيه وعنده متابعين كثار وناس تتأثر فيه، يحاسب على تصرفاته، عكس لما يكون في بداية حياته ممكن يكون غلط وعنده لبس غلط، وممكن في أشياء عنده غلط، عادي يتعلم مع الوقت. بس الصراحة مو معقول إنه يوصل لهالدرجة من النجومية والتأثير ويلبس ويصور بهالطريقة وما يبي الناس تتكلم. أعتقد هذا الحكي غلط، أتمنى تنصف تراجع نفسها، لأن ما أعتقد إن الصورة حلوة. واعتقد هي مرة تحكت ان هي تعيش قصة حب او شيء من هالنوع، فانا اعتقد الانسان اللي هو يحبها او يرتبط فيها، هل هو موافق على صورة تكون عند الجميع، الكل يطالعها رجال ونساء بهالطريقة؟ ما اعتقد حلو. انا ما اقول يعني اللبس هذا ما يلوق فيها، ما يلوق باسمها، ما يلوق بالناس اللي متأثرة فيها. برنامج عادل انتقد احلام بشكل مو طبيعي. لا انا اللي شفته هذا مو نقد، هاي قله ادب ما له معنى ثاني، هذه قله ادب. اطنز على اسخر من مقاس رجل بني ادمه واستوقح واتحكى عن علاقتها مع زوجها وما شو، لا هذا هذا لا هذا هذا مو اعلام، سامحوني هذا مو اعلام، الاعلام ارقى من كذي. الإعلام هدف مضمون، إذا هو قاعد يقدم إعلام أو إن نقد ساخر هذا مو بهالطريقة، لا لا لا، يعني مبين إن كمية حقد وأبي أفرغها لا أكثر ولا أقل. عادل كرم لو إنسان يمتلك من القوة الشيء الكبير ويقول أنا ظلم وقدها، كان رد عليها مع داود الشريان في الام بي سي لما دشت مداخلة معاه خلته يرتبك مجرد انه سمع صوتها، وقام يشرب الشاي وهو حار حتى ما نطر عليه يبرد، ولا سمعت لحس ولا. القوي قدام عدوه يتكلم ويرد، مو انطرها. يعني انا اثبتت لي احلام شغله، انها مرأة عن 1000 رجل، وهو رجل مفروض هو انا اعتبره ذكر لان الذكوره وايد، لكن المرجله اخلاق. المرجله ان انا ما اتعدى على احد بهالطريقه، ما سي ان المرجله كاخلاق ان انا ما اسب مرأة بظهرها، ولما تكون قدامي اسكت. عشان شنو؟ عشان الاعلام خليجي والقاعد خليجي والقناة خليجية، وكان في بلدها في دبي. اعتقد خاف يرد عليها لا ترفع عليه قضية يطلع عليه منع سفر. والله شيء، والله اذا هذا الاعلام والله ما نبي، قسم بالله إذا كذي هذا المستوى ما نبي.
ينعاف. لا لا شوف، يقول الناقد ينقد ما شئت. هذا مو ناقد، هذا حاقد بالضبط، فرق حرف. هذا حاقد. نيشان جميل، نيشان مثقف محترم، عنده موضوع يناقش يرد، ما عنده مشكلة نيشان. لا أنا ترى نيشان طوني خليفة، في ترى مو كل اللبنانيين ولا كل الإعلام اللبناني نضال الأحمدية وش اسمه وعادل كرم هذه النوعية. لا لا لا، الإعلام اللبناني في ناس محترمة، لكن مو منهم هذا الكرم. ما شفت صور حليمة والله اليوم، مشغولة والله العظيم مشغولة من الصبح. تدرون انا قاعدة من متى؟ انا قاعدة من الساعة 2 بالليل امس للحين، يعني انا الحين كملت، يعني بكمل الحين، انا صار لي بالضبط 23 ساعة قاعدة. هل تعتقد ان المسرح الان افضل من السابق؟ في كل زمن يا جماعة، في مسرح زين وفي مسرح مو زين، في كل زمن، في كل سنة، في كل موسم. شوفوا انا مسرح مثلا مسرح الصغار، نقول انا اشوفه انه وايد متقدم من ناحية الاخراج. أول يعني بالتسعينات يطلع فترة كان بائس مسرح الطفل، الحين شو ويكلف وفيه فنانين وفي دنيا وايد أحسن من أول.